قال انت لو بالله عليك لو هتنزل ديت انا بقول له اهو على دماغي وانا اسف. مين هو اشجع شعب عربي؟ شعب الفلسطيني. اشمعنى شعب فلسطين؟ مش شايف اللي بيحصل؟ لا شايف طبعا، بس يعني انا عايز شعب غير شعب الفلسطيني. ها؟ الشعب الفلسطيني مفيش غيره. أشجع شعب في الوطن العربي كله شعب الفلسطيني برضه أكيد. أنت 10/10 شعب فلسطين 10. يعني الشعب المصري مش شجاع؟ لا شجاع طبعا، بس يعني إخواتنا الفلسطينيين إحنا واقفين جنبهم في وقت يعني صعب. لا أنا بسألك سؤال واضح وصريح، مين هو أشجع شعب؟ الشعب المصري؟ دنيا المصريين دول أجدع ناس الدنيا كلها، بس أشجع ناس كلها أو المصريين برضه أشجع ناس. بس أشجع ناس الفلسطينيين. إخواتنا وإحنا قلبنا معاهم، وإحنا بص يعني إحنا زعلان زعل يعني زعل جامد قوي. طب ولبنان؟ اخواتنا وحبايبنا ما تنكرش حاجه زي كده. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. رحت جيت دخلت خرجت الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني اشجع شعب ومفيش مقارنه اصلا، مفيش. احنا الشعب المصري، انا مش مصري اهو، الشعب الفلسطيني اشجع من المصريين. الفلسطيني والله يعني اشجع من المصريين. لا الفلسطيني مفيش حاجه اسمها، مفيش في الدنيا كلها حد قد الفلسطيني. محدش اشجع مننا، بس دول اخواتنا واحنا لازم نقف معاهم بقلبنا وبدمنا وكل حاجه يعني. اكيد طبعا لبنانيين برضو يعني ما نتصاوبش. ربنا مع كل الفلسطينيين يا رب. احنا قلنا مين هو اشجع شعب عربي؟ اعتراض على كده ولا لا؟ ما عنديش اعتراض، انا بسال. اصل هتلاقي في ناس كتير بتختلف معاك في الرد ده في الكومنتات. اللي في الكومنتات ده خليهم في الكومنتات. هو الشعب الفلسطيني رقم 1000. ماشي يا عم خلاص، احنا سالنا السؤال ده، هنسالك سؤال مختلف بقى. مين هو افقر شعب في العالم؟ خليه هو اللي يجاوب. افقر دوله ربنا مش حرام عليك. مفيش دولة في العالم كله مفيش فيها فقير وغنى. لا 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 مفيش. عندك حق، مفيش دولة في الدنيا كله، ربنا اللي بيقسم الأرزاق. صحيح والله. انت انا بسألك، عندك مثلا السعودية، خلينا مثال، السعودية مفيش فيها فقراء؟ فيها فقراء. مفيش فيها غني وفقير؟ فيها غني وفقير. مفيش فيها ملات؟ الإمارات مفيش فيها غني وفقير؟ الدنيا كلها فيها غني وفقير. مصر مفيش فيها غني وفقير؟ الصومال مفيش فيها غني وفقير؟ الدنيا مفيش. دي من السؤال دي بقى تسأل في ربنا، ما تسألش في حاجة. والله ما عشان كاميرا ولا عشان بتاع، أقسم بالله أنا ما كنتش، أنت شايفني داخل عليك أصلا ولا في دماغي. والله ما في دماغي أي حاجة، ولا أنا جاي أجيب دراع عشان في الشغل وعمال أشغل الدنيا. والله أنت جدع. أنا بفهمك. والله أنا كنت داخل معاك مفكر أسأل أخش أجاوب عليه وخلاص، ولا أنا عايز اللي أنت قلت عليه ولا اللي أنت بتتكلم فيه وآخد بعض وأمشي الوقت أهو. بس لما تيجي تسأل حد ما تقوليش يعني الشعب من الشعب الجامد وكده، ما يجيش كده. هو الشعب الفلسطيني ما فيش غيره. تقول لهم تشوف ما حدش لا يستحمل برد ولا يستحمل المايه اللي بتخش لهم. انت لما بتفرقع قدامك صاروخ في رمضان بتتنفض. انت عندك حق. اسمك ايه؟ اسمي محمد الصياد. انت دلوقتي جاوبت على السؤال بتاع اشجع شعب، وبصراحه ابهرتني بردك على سؤال افقر دوله. بصراحه ابهرتني ما شاء الله عليك. طيب انا هسالك سؤال، لو انت جاوبت عليه صح هتكسب معانا 1000 جنيه دلوقتي حالا. ماشي؟ لو كتبت يا عم اديني نص الفلوس يا عم. انا محتاج ولا ايه؟ السؤال بيقول ما هو الشيء الذي يملكه الفقير ويحتاجه الغني، واذا اكلته انت بقى تموت؟ لو انا اللي اكلته؟ اه. السؤال ده اللي كان رد مش رد واحد. قول يا باشا جاوب بقى. رد بقى. جاوب يا باشا. انت قلت ايه اللي مع الفقير ويحتاجه الغني؟ ايه هو؟ صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انت عندك والله اقسم بالله وانا حلفان اتحاسب عليه. انت ليه اجريسيف؟ عايز ل 1000 جنيه ولا عايز كلام؟ والسؤال اللي انت بتساله لا في دماغي ولا يا عم. ماشي انا عارف والله، واخد بعضه وامشي. ماشي الناس كلها وانا مش لا واخد ل 1000 جنيه ولا واخد اللي هو بيقول عليه ده. ماشي يا عم. السؤال يا اسطى بيقول ايه؟ انت بتقول ان هو حاجه يملكها الفقير وعايزها الغني. تمام مظبوط. احنا دلوقتي انا راجل دلوقتي على باب الله. تمام معاك اهو. انا ماشي دلوقتي لا فارق معايا بكره ولا بعده ولا بعده. تمام. انت عندك الناس اللي ربنا رب يرضي الدنيا كلها. عندك ربنا يرضي الدنيا كلها. اللي مش عايز اذكر اسماء حد ولا عايز اذكر اي حاجه تخش في الكلام ده. انت عندك يا باشا انت دلوقتي احنا باب الله. انا دلوقتي مش ماشي جايب دوره ورايح اقعد مع الشله بتاعته ورايح اقول انا دلوقتي معيش حاجه، انا على الله. ده انا كده في راحه بال مزاجي رايح 10/10. انا هسخر بالي انا عندي ولا مش عندي ولا خايف من بكره يجري عندي شركه مثلا انا خايف عليها تاني يوم. ده السؤال اللي انا خدته من دماغك انت. انت عارف ان ده مش الرد الاساسي بتاع سؤالك، مش هو ده. انا بقول لك الكلمتين دول، انا لا فارق معايا ولا انا عايز منك حاجه. انا بس لما لقيتك بتصور انا عايز اقول ايه، احنا اسفين لكل الشعب الفلسطيني بجد والله. قسما بالله عشان يعني قسما بالله انا بشوف الفيديوهات على التيك توك والكلام ده، قسما بالله الواحد قلبه بالجاب كده والله. ما كلام ولا كاميرا ولا اي حاجه. قسما بالله انا بقعد بيني وبين نفسي بالليل بقول ازاي اخش فلسطين. يعني كل يوم بقول ازاي اموت جوه بجد والله. انا طلب بالله عليك لو هتنزل ديت انا بقول له
على دماغي وانا اسف. بس انا كده خلصت معاه. محتاج حاجه؟ حبيبي محمد، حبيبي انت ارجل واحد انا قابلته والله العظيم. حبيبي محمد،